2015. المستشفى لما خدناها كنا واخدينها بمفهوم التبرعات، وكان ساعتها الكيكه بتاع التبرعات في البلد حوالي 4 مليار جنيه بتتوزع ما بين الصناديق كلها اللي هي بتاعت 7-6-57 والدمرداش وغيره. فكانت الفرصه قدامنا والدراسه اللي قدامنا ان احنا لو عملناها بالتبرعات ونبدا بانفسنا. اللي حصل من اول ما خدنا المستشفى في 2015 لحد 2017 قدرنا نحصل على دراسات كامله للمستشفى من اكبر بيوت خبره واساتذه مختصين في تصميم المستشفيات مجانا. فحققنا ما يعادل 12 مليون جنيه اعمال بدون ما ندفع فيها ولا مليم. وايضا بالاتصال بامر ستيت يونيفرستي في اتلانتا جورجيا، لان ماسكها الدكتور عاطف رشاد، ودي علاقه خاصه كانت ما بين محمد فريد خميس الله يرحمه وما بين هذه المستشفى، قدرنا ناخد الاكريديتيشن الاي جي سي اللي هي لجميع المستشفيات العالميه. فبعتنا دي كانت قيمتها 24000 دولار. دي بعتناها ورجعت تاني، وكان اول مره الاكريديتيشن يبقى على التصميم، لان هم بيدوا اكريديتيشن على التشغيل. فتعدل التصميم من مكتب الدكتور حكيم العفيفي، وده اكبر بيت خبره للمستشفيات، مرتين لحد ما وصلنا الى الايديال. في نفس الوقت كنا متفقين، خدنا ترخيص وزاره الصحه، وخدنا ترخيص من الايزو اللي هي الجي اي سي، وخدنا ترخيص من مركز بحوث البناء باعاده التصميم او بمراجعه كامله مجانا. كل اجهزه الدوله اشتغلت مجانا، وخدنا جميع التراخيص، والكلام ده مظبوط في كتاب هتقوله قبل ما تمشي. يا فندم لو حضرتك يا فندم خدت ترخيص من وزاره الصحه، معنى كده ان كان في مبنى قائم في كل حاجه موجوده بناء عليه حضرتك خدت ترخيص. وزاره الصحه يا معالي الاستاذ زميلي العزيز بيدفع حد مبدا اي حاجه عشان ابدا. يا فندم ما ينفعش ان حضرتك تاخد ترخيص انشاء. انشاء ايه يا فندم؟ حضرتك بتاخد الترخيص على تشغيل المستشفى. لا ترخيص للانشاء. انا ما بكتبش، انا بقول لك على حصل. هو انا هالف؟ انا اللي شغال وانا اللي ماسك الملف ده، او انا اللي اشتغل في ده بقى. ويجب ان احنا نذكرهم. الدكتور حكيم العفيفي ده كان استشاري المعماري. الدكتور رؤوف درويش والدكتور هشام عرفات دول كانوا الاستشاري الانشائي المجاني. الدكتور ايهاف وحسين عباس واي سي جي ده الاكويبمنت الطبي مجانا. خلصنا كل ده وبعتناه لوزاره الصحه، ادونا الموافقه اللي احنا بنديها لهيئه المجتمعات العمريه الجديده عشان ناخد رخصه البناء. فرخصه البناء فضلت واقفه واحنا بنشتغل في كل الكلام ده عقبال ما نجيب الاكريديتيشن من امريكا. فجانا الكلام ده كله، دخلنا في 2018 كان احنا عملنا علاقه تعاقديه مع طارق نور اللي هي القاهره والناس على ان تبدا الحمله بعد حصولنا على الترخيص. في شهر رمضان 18 فاجئنا طارق نور انه قعد معانا وحد وقال المستشفى دي ايه ودي ايه، لان احنا ابتدينا نتعاقد على انه ما يبداش حمله التبرعات الا بعد ما ناخد رخصه. لان انا خليكي معايا مش هقدر اخد تبرع وانا ما معيش رخصه، والا يبقى ده مخالف. بعتنا لوزاره التضامن طلعت الموافقه، وبعتنا للبنوك دي كل ده في تجهيزات. فخدنا جميع البنوك لقبول التبرعات 46-7-46 اللي هي اسم المستشفى. وفوجئنا في شهر رمضان اتعملت بروبه من القاهره والناس، فجاه دخل للنقابه للصناديق دي 2,650,000 جنيه. ده اللي هقول لك طارق نور بس. طب لازم ابتدي قال ان حضرتك النقابه لمت تبرعات من الخريجين. ما هو انا بقول لك 2,650,000. لا ده 2 مليون دول طارق نور حرمتهم يا فندم. لا اللي ماسك 650 دول طلعوا تبرعات، سواء لان هنا المجلس الاعلى خد قرار في هذا الوقت انه متبرع بجميع البدلات. لا انا بقول على التبرعات لمت من الاشتراكات ومن الخريجين. محمود اسمعني انا هقول لك، احنا هتدخلني خليني امشي بس عشان الراجل اللي واقف ده اكمله الاجابه. الموضوع ده اجابته موجوده في ورقه قبل ما تمشي هديهالك، قبل ما تمشي دلوقتي هديهالك. ممكن نسمع بقى؟ خلص لك السيكونس اللي حصل. في 2018 لما صدر البيان بتاعته وطلعنا احنا في التلفزيون في القاهره والناس، ابتدت الناس تدفع، واحنا كان في مجلس النقابه خدنا ان احنا ما حدش ياخد بدلات.
فابتدت تخرج. يعني هقول لك ان في بدلات حوالي 600,000 جنيه في 3 اشهر دخلوا للصندوق ده. اتعمل صندوق في النقابه لتبرعات النقابه لتبرعات المستشفى. في 2018 اتعمل تندر دوكمنت نزلت للسوق للمقاولين وعملنا كواليفيكيشن ل 16 شركه ريسيو على 8 شركات منهم اوراسكوم وسياج والمقاولين العرب. هنا كان اخر وقت هاني ضاحي في الموقف ده ورسينا المشروع على المقاولين العرب ولو يوقع امر الاسناد. كان الموقف ايه؟ ان احنا محتاجين 295 مليون جنيه عشان نعمل سكيلتون، لان احنا قلنا ان التبرعات مش هتكمل، مش هنقدر بالتبرعات مليار و800 مليون مش هنقدر نجيبها بالتبرعات. فقلنا نعمل مساهمه من المهندسين بنسبه 20% ومساهمه من النقابه بنسبه 10% اللي هي الارض، ونزودها 10% ب 295 مليون اللي هي قيمه السكيلتون، والباقي يطرح على المستثمر. فطرحنا تندر على المستثمرين، جالنا 6 مستثمرين منهم الشركه اللي عامله الاس تي ار اللي هي الصينيه، ودي شغاله مع الدوله على اساس انها تدخل ب 60%. المجلس في الوقت ده بعد ما خلص كل اجراءاته وعملنا بيه كتاب حضراتكم خدوه قبل ما تمشوا في كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده مثبت باساتذه مسؤولين عليه، وقف مجلس النقابه ما كملش المشروع. جت الانتخابات قالوا ناجلها، فجت الجمعيه العموميه كلها احمر ارحل رفض للمستشفى. فجت الجمعيه العموميه قبل ما طارق بيه يبقى مرشح، ان هو يعني هو مرشح بس هو مش هو اللي جاي، يعني طارق بيه مش هو اللي جاي لسه ساعه، احنا في اخر جمعيه عموميه. كل الجمعيه العموميه احنا قاعدين بقى انا هشام بيه عرفات، دكتور شريف بيه حماد، الدكتور شريف عطاره، انا كنت عامل مكتب فني فيه 6 وزراء، يمكن انتوا قريتوا ان خط المهندسين عامله مجلس وزراء بتاع، انا عملت مكتب فني ب6 وزراء، كل وزير مسؤول عن مشروع من مشروعاتين. فكان الثلاثه المسؤولين عن مشروع المستشفى هشام عرفات، شريف حماد رئيس للجنه المستشفى، وسيف ابو النجا كمعماري مع الدكتور حكيم العبيد. وانا خرجت الموضوع ده عشان المكتب فين. وصلنا يوم الجمعيه العموميه احمر ارحل ما فيش مستشفى. فدخل المجلس الجديد على انه ما فيش مستشفى. فانا سلمت كل الاوراق والمقاولين العرب واقفه في الموقع ما خدتش امر اسناد، والنقابه رفضت انها تدخل ب 295 مليون واحنا عندنا مليار و400 مليون جنيه اضافه يعني قيمه، ففضلوا يدفعوا 300 جنيه او 400 جنيه يضيعوا بيهم القيمه وما دخلوش المشروع الاستثماري ابو 95 مليون ويخدش المستثمر، واحنا يبقى لينا 40%، 20% تتاخد للمهندسين و20% للنقابه عشان نستثمر او النقابه. ده اللي بقوله لكم بمنتهى الامانه بشفافيه كامله، وانا مش صاحب مصلحه ولا قبل كده ولا بعد كده ولا مستقبلي ورايا بعد 77 سنه، عشان ما حدش يتخم فيا بس عشان بتكلم بصوت عالي. فمن فضلكم اسمعوا سياده النقيب والخلاف بقى، عايز اكمل بقى حته اخويا في الوقف وانا هاني سريع ديني بقى اخويا يعني ابني الصغير، وهو المستشار القانوني بتاعنا مجانا برضه في الفتره دي. معالي النقيب، الخلاف اللي بينه وبين هيئه المكتب مش خلاف على حاجه شخصيه، هو متبنيهم وهو قاعد معاهم واحنا كلنا متجانسين. الخلاف على مبادئ، المبدا اللي احنا بنطالب بيه من 2014 المهندس طارق قال خلينا بس نقف معاك يا باشا.